استاذ ناخد الدكتور رشاد عبده. دكتور رشاد ازي حضرتك؟ اهلا بيك. معايا الاستاذ هشام يونس رئيس تحرير بوابه الاهرام. سلم على حضرتك. زعيم كبير قوي. اهلا بحضرتك. قول لنا في رايك كيف تقيم نجاح مصر في مفاوضات صندوق النقد؟ شوف، من حيث المبدا، اولا انا رايح لصندوق النقد الدولي من منطلق نجبر اخاك على بطل. انا مزنوق وعندي فجوه تمويليه ومحتاج دولارات والسوق السوداء ابتدت ترتفع جدا، فكان لابد املى الفجوه دي عشان اقدر اكفي احتياجات المستوردين اللي بيجيبوا اكل والشرب والادويه ومستلزمات الانتاج. فاضطريت اروح للسوق لصندوق. في الاساس الدوله ما كانتش سعيده قوي راح للصندوق، لانه في المعتاد الصندوق تجاربنا القديمه معاه ما كانتش جيده قوي. لكن في كل الاحوال الحمد لله المحاضرات خلصت على خير. الكلام كله ما فيش شروط، يا رب ما يكونش في شروط، عشان كده الجلسه المعلنه اللي هتناقش الكلام ده كله في البرلمان لازم تكون مذاعه للشعب المصري، عشان الشعب المصري يبقى فيه بشفافيه كامله، عارف كل حاجه بتتم، لانه اي قرارات هتنعكس عليه هو بالايجاب او بالسلب، فده خطوه مهمه جدا. لكن في كل الاحوال كويس، لان ده هيديك مصداقيه تجاه العالم، هيقول ان انت خدت شهاده، هيزود لك احتياطيتك النقدي، هيخلي الاستثمارات ممكن تيجي. عيب الوحيد ان الكلام كان بيقول لابد من اتخاذ سياسه صرف مرنه. مرنه دي يعني ممكن تنزل او تخفض قيمه الجنيه، وده المشكله الوحيده ممكن ده يغلي الاسعار شويه. طيب، هل فعلا متوقع تخفيض قيمه الجنيه على مراحل الاستجابه للصندوق، وما اثر ذلك على الفقراء؟ يعني ده هياثر ازاي على الناس اللي طبعا جدا لو انت خفضت لازم هتاثر طبعا، لانه انت دوله للاسف 70% من اكلك وشربك ومكنك وآلاتك ومعداتك ومستلزمات انتاجك بتجيبها من بره، ما تشتري بالغالي بلا جدال هيبقى مكلف عليك. الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله.